كيف حالكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم في هذا الفيديو راح نعمل انبوكسنج للتابلت من شركة ماي ام اي 1. طبعا هاي الشركة معروفة في صناعة اجهزة الموبايل والتابلت اللي سعرها في متناول الجميع ومواصفاتها كمان ممتازة. خلينا نشوف التابلت ومواصفاته مع بعض. بنشوف هنا يا جماعة المواصفات. لاحظوا عندنا هنا السي بي يو، المعالج عبارة عن اوكتا كور 8 نواة، الجرافيك جي بي يو عندنا ميل 400، عندنا الاوبريتنج سيستم اندرويد 8، البطاريه عندنا 10000 ام اي اتش يعني ملي امبير في الساعه، يعني 10 امبير في الساعه. الذاكره عندنا هون ذاكره تخزين البرامج 32 جيجا، وعندنا ذاكره تشغيل البرامج 3 جيجا، والذاكره اللي بيستهلكها نظام التشغيل عشان يشغل التطبيقات. لاحظوا عندنا هون نطاق تشغيل شبكة الجوال جي اس ام اللي هي 850 في امريكا الجنوبية والشمالية والوسطى، 900 في اوروبا وافريقيا واسيا والشرق الاوسط، كمان 1800 في اوروبا وافريقيا والشرق الاوسط واسيا. عندنا هون 1900 ميجا هيرتز، هاي مختصة في كندا وبرضه في امريكا. لاحظوا هنا بدعم ل 3 جي دبليو سي دي ام اي، المقصود فيها ال 3 جي، ال ال تي اي المقصود فيها ال 4 جي. لاحظوا هنا الشاشه ديسبلاي عندنا 10.1 انش فول اتش دي اي بي اس ان بلين سويتشنج، يعني هاي الشاشه فائقه الوضوح وبتدعم صور عاليه من جميع الاتجاهات. فيها خاصية الانبلين سويتشنج الاي بي اس. طبعا هاي الشاشة مفضلة لجميع الجيمرز وجميع المصممين. ايش السبب؟ لانه هاي الشاشة بتكون فيها دقة الوضوح الصور عالية، وكمان من جميع الاتجاهات الصور بتكون واضحة. في شغلة كمان مهمة، اذا انت ضغطت على هاي الشاشة في اصبعك ما بيعلم محلها، لانه هاي الشاشة متقدمة ومتطورة وكمان نوع غالي من انواع الشاشات ال LCD. بنشوف هنا الكاميرا، الكاميرا الامامية 8 ميجا، الكاميرا الخلفية 16 ميجا. بالنسبة لنقل البيانات داتا كونكشن بدعم ال 4 جي وال 3 جي والواي فاي والبلوتوث. للاكسترنال سلوت الفتحات الخارجية زي ما احنا شايفين هنا كاتبين انه بدعم كرت ذاكرة خارجي، وكمان في فتحة للميكروفون، وفي كمان عندنا هنا بدعم شريحتين. هذا التابلت اشي رهيب، يعني بدعم شريحتين ما شاء الله. بنشوف عندنا اخر بند اللي هو بند الاكسسوارات. ايش مع التابلت؟ اكسسوارات معاه كفر ومعاه وصلة الاو تي جي اللي هي عبارة عن يو اس بي اون ذا جو. هاي الوصلة بتخليني اشبك التابلت مع اكثر من جهاز مثل ماوس، كمبيوتر، شاشة، كاميرا. معاه كمان سلك يو اس بي، ومعاه كمان شاحن، ومعاه كمان سكرين بروتكتر، ومعاه كمان سماعات، ومعاه قلم. يعني ما شاء الله هذا مش مخلي اشي التابلت. تشوقت اني اشوف ايش اللي جواته الان. كلنا تشوقنا اكيد لما شفنا هاي الاضافات. خلينا الحين نفتح صندوق التابلت مع بعض. نشوف التابلت بعد ما شفنا مواصفاته. طبعا هون مكتوب انه التابلت لونه اسود زي ما احنا شايفين هون. لاحظوا هون الكلر بلاك. الحين بنفتح صندوق التابلت بنشوف التابلت وايش الاكسسوارات، هل فعلا كل هاي الاكسسوارات موجودة ولا بيمزحوا معنا. هذا هو التابلت، فعلا اشي رهيب. نشوف الاكسسوارات اللي جاي. هاي هون السكرين بروتكتر زي ما احنا شايفين. هذا
عبارة عن سلك الشاحن تبع التابلت. هاي الوصلة اللي هي الـ OTG. هاي وصلة الـ USB، وصلة الشاحن. هذه السماعات، هذا القلم تبع التابلت، هذا الشاحن. لاحظوا هون هذا هو المانيوال تبع المستخدم. وهذا هو الكفر، يعني ما شاء الله كل اشي حكولنا عنه موجود. هاي بنلاحظ هون الكفر، هذا شايفين هيو، يعني زي ما احنا شايفين كل اشي مكتوب على الكرتون من برا موجود داخل العبوة. بنشكر شركة MyMI1 على هذا الجهاز، فعلا الاكسسوارات كلها موجودة. هاي هون الشاحن، هاي عنا هون سلك اليو اس بي، هاي عنا هون القلم، وهاي عنا السماعات، وهاي عنا وصلة او تي جي. هاي انا بحكي لي فل اتش دي، نفس المواصفات اللي موجودة على الكرتونة. هاي كمان هون بأكد لي عليها، وهي هون بلاك، شايفين الكفر زي ما احنا شايفين. هون بدي ابلش احط السكرين بروتكتور. هاي الحين بشيل هاي اللزقة وبحط السكرين بروتكتور تبعت الشركة. هون بحكي لي شيل هادي، زي ما احنا شايفين يا جماعة الان شوي شوي بنزلها. هاي يا جماعة هيك احنا خلصنا من السكرين بروتكتور. هاي هيك صار عنا التابلت جاهز للاستخدام. بنحط في هاي الطريقة من هون. لاحظوا بحطها بهاي الطريقة، شايفين كيف هون بسكر هيك. لاحظوا هاي هيك صار عندي الكفر، لاحظوا كيف بعد ما ركبته هاي التابلت. هون يا جماعة بعد ما احنا ركبنا الكفر راح نفرجيكم. هون هذا زر التشغيل، هون زر التعلاوي والطوطاي تبعون الصوت. هاي هي هون السماعات، في سماعتين من ورا. هاي هون الكاميرا الخلفية، وهون عنا الكاميرا الأمامية. هاي هون الكاميرا الأمامية. هون بنفك هذه القطعة، في عندي هون ثلاث مداخل، مدخلين للشرائح ومدخل للذاكرة. ما في أي مكان للقلم بيلت إن، شايفين القلم خارجي. شايفين هون هاي ما شاء الله الحجم كبير 10 إنش. زي ما شفنا هون مكان الشحن اليو اس بي، ومكان اللي بشبك فيه الاو تي جي. خلينا نشغل التابلت. في شحن، اشتغل الحين التابلت. شايفين اول ما بشتريه بكون مشحون 37%. ما شاء الله سريع، يعني انا عمالي بجرب اضغط على الشاشة كل اشي، الشاشة واضحة. شايفين هاي الشاشة من نوع IPS اللي هي in plane switching.
شايفين كيف التابلت وصورته كيف واضحة، وعشرة انش، وسعره كمان مش غالي كتير، يعني سعره تقريبا $150. لاحظوا مواصفات رهيبة ما شاء الله. الاكسسوارات شفناها كاملة، الاو تي جي، الشاحن، السماعات، الوصلة اليو اس بي والقلم. هيك يا جماعة بنكون شفنا انبوكسنج للتابلت من شركة ماي ام اي 1. ان شاء الله في الفيديو الجاي بس نشحن التابلت بالكامل راح نشوف كيف اداؤه مع التطبيقات. اكتبوا لي ارائكم في خانة التعليقات، ولا تنسونا من الشير واللايك والسبسكرايب، واستنوني ان شاء الله في الفيديو الجاي.